آنگلیکان بشوت داده بشیله بشیله داده بشیله داده هر فرق فریق الطیه الایرانی داده بشیله شوف لعبه بالزاوية اليمنى اللي تروح لها احمد ربع عبد الزاده وبشيله من امام 19 لاعب الصيني وبالتالي اول ركله ترجيحيه بتروح من اللاعب الصيني رامسيتش اللي هو دونج ليكان الان ياتي دور لاعب المنتخب الايراني وجان هوي كان في المرمى و13 مجتنبي محرمي رقم 13 من ايران راح ينفذ حضر الجول يشوت جول يتمكن مجتنبي محرمي من تسجيل الركله الاولى لصالح المنتخب الايراني في مرمى الحارس الصيني جان هوي كان واحد ايران من ركله لا شيء الصين من ركله ضايعه ايضا وياتي دور اليوم الان اسمعت اللي هو 1 جاش 1 رقم 12 وزاد بالجول في حال تحرك الحارس قبل لعب الكره طبعا راح يعيدها حكم المباراه بشوت شون يتقدم انزعج تاع الفريق الصيني اللي هو وين يونغ انزعج يشوت الان يتقدم كمان فيروز هذا كان الايراني في حال التسجيل الركله الثالثه خلاص كل عام وانت بخير يا الصين كل عام وانت طيب الفريق الصيني وخلاص راح يكون الفريق الايراني هو الفائز في هذه البطوله كل لاعبين على اعصابهم وخلاص راح يحدد امل الفريق الايراني في المركز الثالث والبرونزيه الان على قدم فيروز حطها فيروز عبد الله ناظر وتحياتي عبد الله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.